هو العسل منين؟ ها؟ هو انا لو دخلت هتجيبني ولا مش هتجيبني؟ ايه ده يا قليل ادب، انت بتقول ايه؟ هو انت ما عندكش اخوات بنات؟ طب اهو مقبوله منك عسل، ما هو برضك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، ما هو برضه ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. السلام عليكم. يرجع اصل القصه للهند، وان في مهرجان بيقام سنويا بعنوان ضرب الازواج، وهو من اغرب التقاليد المنتشره في الهند. في بدايه المهرجان الرجاله بتبدا تغني وترقص قبل ما الستات تضربهم، كمان الراجل بيقوم باستفزاز الست ان هو بقى يشتمها ويقول لها الفاظ سيئه عشان تضربه جامد، وبتقوم الستات ان هي بتضرب رجالتها على ظهرها وعلى دماغها عشان الرجاله تحس بالالم الشديد، وكلما استطاع الزوج على تحمل الضرب كده ان هو بيحب مراته جدا. وممكن الرجاله ان هي تلبس لبس تقيل ويكون معاها درع كده عشان ان هي تتحمل الضرب ويبقى خفيف عليها، وساعتها بيتقال على الراجل ده ان هو جبان وضعيف وان هو مش قادر يتحمل ضرب مراته ليه، اصل ضرب الحبيب برضه زي اكل الزبيب. هو في كده يا جماعه؟ السلام عليكم.